تحية للجميع، جميع النظار الكرام، أستاذات وأساتذة، متتبعات ومتتبعين القناة الثقافة العربية والترجمة، مرحبا بكم جميعا. إذن دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي الحكومة إلى العمل على تقوية النقابات بالمغرب بالموازاة مع دعوته النقابات إلى تقوية ذاتها داخليا. إليكم دعوة الشامي في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نطرح مجموعة من الأسئلة التي تأتي في إطار، على كل حال في إطار الحس النقدي ومحاولة معرفة حقائق الأمور. هل هذه الدعوة تعني دعوة إلى إضعاف التنسيقيات؟ سؤال مشروع. ثم هل هناك رسالة ما موجهة إلى عمل التنسيقيات؟ ثم سؤال آخر، ما هو مستقبل التنسيقيات؟ سؤال آخر، أليس التنسيقيات والنقابات ينبعان من منبع واحد؟ ولم تفرق بينهما إلا ظروف ذاتية فرضتها معطيات ميدانية وتاريخية معينة. هذه الأسئلة تتناسل، وعلى كل حال كل متتبعي هذه القناة يمكن أن يحكموا على هذا الحدث، لكنه على كل حال لا ينبغي أخذه على عواهنه، ولا ينبغي التبخيس من أهمية هذا الحدث، خاصة وأنه جاء في إطار المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية لاجستيس سوسيال. إذن أسئلة جوهرية يمكنكم أن تطرحوها ويمكنكم أن تناقشوها، وأنا لست هنا لكي أطرح رأيا في هذا المجال، ولكن النظار الكرام لهم القدرة الفكرية والإبداعية والنقدية من أجل تحليل وتفصيل هذه الدعوة بصفة خاصة. إذن مرحبا بكم مع دعوة السيد أحمد رضا الشامي. وحنا تنظنوا بأن الفرقاء الاجتماعيين خصهم يلعبوا، كلهم تلعبوا واحد الدور، منهم بالطبع الحكومة، منهم المقاولة، ومنهم النقابات، حيت النقابة خصهم يتقواو، خص الدولة تقويهم، وخصهم يتقواو من الداخل حتى هما، خص يكون واحد تقوية ذاتية نتاع المقاولات. علاش؟ حيت لابد ملي تتكون أزمة تتكون عندك محاور اللي عنده تمثيلية اللي يمكن لك تاخذ معاه إجراءات باش تزيد للقدام. وبهذا أحييكم تحية نضالية عالية للجميع، تبقوا على خير